بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبنا خوش شفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاكي هي لبا ور جاكي هي نقهداري و بناريا مدكن صلافت خدر سرها بن جاركادي قاشينا ايك جبو پشكش کرنا برنامه بريكانا جوان خاندنا قرآنه ام داش خود تعالى تكين خود تعالى روجي و نفج و طاعت و عبادت ما روجي تشو يا ربي تشمق بالكبيدا و روجت بيجي وكيد ديار أمي نزيكي شابت قدر بين شابت قدر شابت ليلة القدر يا ربي تب نصيبي ما بكي وتخير وأجرت وي يا ربي تب نصيبي ما بكي شابت ليلة القدر وكيد ديار أشكرا أو شابيا أبا قرآن بيروس سيدا نازل بي هاتي عصمان الدنيا وكيد خد تعالى بيجت صورتك بالخاص سيرفي شابي هاتي خار صورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنا أتكديدا إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة في رهر بحثا شفا قدرتك يعني قرآن في شفده هاتي خار بس بورينا صلاة بورينا دما قرآن هيدي هيدي دي فريدانا هاتي خار بو بيغنبر صلاة فريم خود تعالى مش أجر وخيرت ببهناكتن وخود تعالى خير وان بجر بوجي بن بيست افت ان بشكدارية وان جورة باريكانا دوت كن افروكا جالك جورة باريكانا يتهين بينارت عزيز باريكانا يعني بيجن باريكانا تقنهنا باريكانا خرابينا يعني انوان جورة باريكانا بينن وجا افت شد بشكدارية وان جورة باريكانا دو بكت او نشانا هندي او حش خرابيت كت او نشانا هندي او حش قنهت كت حس كت قنه بلغ بتن بس بالمقابل باريكانت باشي جيكت هين باريكانت خيري وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انيك شعائر خد تعالى نافي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يعني باريكانت باريكانت باشي تاي باريكانت سيده پیغمبر دي تاي عليه الصلاه والسلام باريكانت حديث پیغمبرينا اك شلون جو باريكانا اف باريكانا باريكانا جوان خواندن قران خودت خازين اف جو باريكانا پتر ولی بکتن خاندن اما پتر جوان ببتن و ام پتر یعنی وان پشک دارا ناس کن و ناس بکن و هندک وجه دیار و یه ترون ام ببین و بوها ببدینه نیاسین بینالت عزیز وکی دیار قوناغا دویه ها پشتی قوناغا ای که دو ماهی کاتی پشک داری ها پینج و بینج حتی شیز بجدار بوا ما فردیت یعنی من طبیعت مسابقان بریکان ها ایک دیشت پیش ایک ای که دنگ ای که احتمال خوشتره خاندن هاوی جوان تره ایک دچت بیش ای که ای که قناغ دوی پنج و پنج حتی شیستا بین الحمدلله پیش سال چوی و سیدا یعنی گلک باش بی یعنی سال دی امجم نیزی که سه که چلک بی بس الحمدلله یعنی روش بو روش هیف بو هیف سال بو ساله پتر خلق دیف قرانت دو حش قرانت کدن مجوان پنج و پنج حتی شیستا ما بیست و پنج هل بجارتن مانه وصایه ایک دچت بیش ای که ای که دنگی که خوشتره خود حس کتن افریکا قوناغا دویه خلقا چنده خلقا چاره هر خلق پینجت این پینج بجدار بود این خود خیران همیان بازن کد خود خیران جیبن بسید اویتاتی بشکداری کنین چونکی او سرفرازن چونکی او سرکفتینه اجروانا دف خود تعالی این اجریه الا علی الله خود خیران همیان بن بسید و خود خیران کارمنده جیبن بسید یه تلفزیون خوابی بیر بو ماندی بونوانا بینرت عزیز جبر که این بونا دمی دینو که برف پشکدار خواهی ایک وچین پشکدار شوان محمود اگر شوان محمود حاضر بید بلا کرم کتا علیکم السلام و رحمت الله سیده شوان بخواهی که پل بجیره سیده شوان بخیر هاتو سيدا سورة إبراهيم صفحة 206 سيدا صفحة 206 بك آيات سهو بنج درسة سهو بنج حتى چلو ايك سهو بنج حتى چلو ايك بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ماشاءالله بیا خواندن از جوان جزاک الله خیرم. به تعلق خدا مازن کرد و دست خواهی ده که انتش ایکش حاجی کرده عبد الباس دیه. ماشاءالله. سیدای شبان خواندن از جوان مخارج صفات ماده باشن. گلک باشی بس تا خلاتیه کر تا که آیات سی و هفته ربنا اینی اسکنت من ذریتی بیاد غیری ذی زرع عین دامانه. اولی درس که مدل زبریه این دکه دکه تبه حسای اما آبی میگویم بیشتر چون احتمالا بیشتر پا مات خاله تو میادی این دکه کاف نیه این ده درست سیدا اگه سیدا مانجی ملاحظه کردی کرد کیش بیاد سیدا آیات سه نه دست بگو الحمد لله الذي سيدا ان يخاب بلنكر يمكن نبر الحمد لله الحمد لله الذي لا الذي ها تناغو هي الذي عرفت شيء بيجن تاثيره دنجتا احتمال عليه او اكو يا سيدا اياتا سو بينج جك ربي اجعل هذا البلد امنا مدى طبيعي تب درستينا دو بشكي امنا بشكي بك همزه لهات آمینا آمینا چه کی تاکیم تر داره وقتی تا مرف کیم داده تی ماده چه کی وقت نو عما دنگی همزه جد اتن هر آفه بیساید صحت دخواش سیده شو راستی خوندن تا گله گله باید دی خوندن جانو خوب پیدا خبر بس اخفا آب چه بود جاری دی بلا اخفا هم می دنگ نه دفنه مثلا اسکن تو من بلا نه قبب نه اسکن تو عند بلا نبد عند يعني هم مين تشدفني في تد اخفاء ما بس كاف وقاف هم تشدفني تمام هر تو از مال الجنون نادي مثلا ان كان مانا من قبل هم تشدفني بس في تد اخفاء الدوي جراتي عندك تمام نسبه كيم بوربت تشدفني يعني قبل ما كان
عندك مثلا تنوج عين هميناش الدفنه حكومة تشم لحظة دينابي نصحاتها تخوش دنجك يخوشو سر كفتيب إن شاء الله أفو لحظة بو إن شاء الله كانت هندار بازي مبو خلق بسية جد باز باكرن سر كفتيب بلسي الله صبر كرن أجر باشدار بوه دوه أنا السعدي كرم بكت عليكم السلام عليكم الله وبركاته يلا خيراتي سورة فتح صفحة 513 سيدة فتح سيدة سورة 513 سورة فتح صفحة 513 بالي سيدة شوية فتحك سيدة سيدة اش آيات هجدة حتى 23 سيدة هجدة حتى 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم يا رب خيرات ما شاء الله خواندنك راحت وتجويدك باش ما شاء الله مخواتش ملاحظة أني سيدة قرر محلو ملاحظة سيدة كلمة ودي راضية ضي أما كسرة بتشوفت هار جيرانة نزكي دليل نعنى راضية شكي ضادو صادو ضادو طا وضا حرف التنغة إطباق لنا ولا أو كسرة جيب هار دي جيرانة شكي وكي دليل نعنى راضي ضي هار ضي هار جيرانة ناوكي مثلا قي خي غي حرف استعلاينا بس وقت كسرة بتسفيكين ولا تناشب يا قوي بس يط إطباق دو صفات جيران خواندنة إطباق أو استعلاجي كسراج بهذا الجيران راضي راضية تمام ظل طيب لنا مثلا طي شو ما مرفت سبك كده كده يتقرني بحرف دي بس أو مستقيمة تأجي بتجي كي دفع ما جيران هتخواندنة مستقيمة هكويدي جلك جنبي كلمة نصيرة صج عينك الضاد هرجلنا نصيرة نا سويك النون صي هرجلنا نصيرة أنا بقينا بالنصيرة يعني أكويد جل جون بس حتى تخرج يعني تزاني بس احتمال متأكد إن تزاني بس إذا جرى ماني بريكة أنا بهندية مانا احتمال تزاني بجه بس حتى تودي بريكة ده خلاتي إيش بهندي إيش بريكة إيكي أحسن كفتي بس حتى تخرج سيدة أنا سامو ملاحظك ما قلت بشتي هيك بشتي نونا ساكن تنوينه بجا حكمي نونا ساكن تنوينه بقى اخفاء فانزل السكينه وانا فان بتشكي خواني حاضر كي بحرف الزاي
حرف اخفاء بوزانه بس حرف اختي بشتي نونيت ان تنوين بتاعي كناكي كانك دي جرام بتنك جي عندك حوازك فان فانزل هما في بشتابت اون جوهلتابت دي زونت حرفات بزايه وانا بتاعك يعني فان فان اما دي زونت حرف الزايه ومخرجي مخرج الزايه ساعات خوش بس ده خوش نفس الله دي شي بعرف بشك دار سي خوشكا ايفان بلا كرم بكت إيفان محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سيدا بله قال بخيرات برا خير وسلامت صفحة 420 بك برا صفحة 420 سيدا هنجي 420 آيات 21 آیات 21 حتی 25 تمامه؟ دیکرم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أنا قطبي إيه قالك بس عشان كي أقول قلت طلبة أنا من احتمال أشين بجمتة تو دو گناه کردی خانونا تا گل اگ جانا خوش که ایوان سعادتا خوش انشاءالله خود تعالی خلاتو یاب دیتو بس ام گل اجاد بجین بری کانا واسانن احتمالا بری هنگی تو زانه اندک چشتا بس تهندی تو هزقی تو تشتاکی خلات بی حرکه اکی مانا بری کانا الوی ایک چت پیشی ها اکی وقتی تا دیت الیف و واو و یا مثلا لیمن کانا یرجو الله همه هر وکی او واو نلویری هکی امروف راوسا تو زانه دي بت يرجو مدى طبيعية هكا تنرى وسطه دي حذف بتواو مانا دي بس ضمي بت وصهت يعني تا وصهت لمن كان يرجو الله يرجو الله اما بس دي ضمي اخويني نفسي يا بندجي ما وعدنا الله هكا مرف راوسط قالوا هذا ما وعدنا نا مدى طبيعية هكا تنرى وسطه بس دي بتفتحة وعدنا الله
او ملاحظيك وملاحظاتي خشك ايفان ورد الله وسبك را جيران الدال سبك الله في اللام الله جيران تمام ودوتشوخني ورد الله ورا ساكي ورد الله ورا د الله تمام ملاحظ يعني ورد الله يعني وكي دال نب دالك مفخم ورد الله دال بلا صريح بتخون دنيا صحتها تخش سيدك يا جمال حضرتك كيف جلك مو بس ملاحظك هي درس تخوش بن يعني واضحه ديار يعني انت درس تواجدتي مخارج والصفات بس فايبا ويعذب المنافقين ان شاء ان شاء او ايه ده همزه دي فكرات يسالوا هذه في مفتوح فتحه ولسان يعني شنو بتفتح عاولي سريع بيجي دي فرا يعني بتهنديك شو يعني ان شاء او يتوب هذه كهنديك يعني عاولي سريع نبجه ان شاء او يتوب هذه كهنديك بديه وصوت هيك دي بوش بيا ما خارج وسمعت قالك بوش بس تخرج سيد صبره كده ما شاء الله تجد قالك بوش بس با آيات 21 يرجو الله واليوم الآخرة واليومي واليومي ده سبيك تاك واليومي بس بوش بتا راز باكي ملاحظات واجدي ما شاء الله صحته تخش جالا جالا خير نصفر بي ان شاء الله سيكفتي بي جالا بالي دنوي كي بارا فشيك داري خواهي دي باچين علي يوسف وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله سيدة علي تبخيراته خير هذا السيدة سورة إسراء صفحة دصاد ونط دصاد ونط آياته حفتي وهشتي حتى آياته هشتي وشاري تبكيت صفحة دصاد ونط بلا آياته حفتي وهشتي حتى هشتي وشار بلا حفتي وهشت حتى هشتي وشار حتى هشتي وشار ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. تهنگ یک خواهش تا تجد خواندیه در احکام و درس و نه بس سوال رو خواندی بس برایکو یوتیوب یعنی تا معلوم مدو بخواه گیتی الحمدلله سیده ما ابوهنه این قرآن الفجری کانه که دو ماهی ازمانیه کانه نکه خوین نکه خوین کانه که کانه که اک که کو کی کانه نکه نیاد خوانه کانه درسته افنو لحظه و یادی جی پیوا شفاء سیدا ما هو شفاء تجلا درش کش حدی بیش حلقه شفاء ماده پیوا شفاء ما هو شفاء تجلا حدی بونات وقتی دی باش بی دست نخواهی بود سیدا هک ملاحظه کرد سیدا پیوا غاسق لیلی غا دست بک خون پچاکی غا نه غا غا جاكيت جيران كي تشلي حروف حروف جيران حرف غين وصيدقين سيدة آياتا هشتية مد خالة صيدقين وأخرجني صيدقين وأخرجني أو إدغام تنادوه كرتكر تكرتكر أو دو سيدة شفاء نوكا سيدة يبحث كشفاء ورحمة دي دار بازبي أو جعينا إدغام تنادوه و حروف ادغام پشتی هنگیاتی واو تا ندو ویدیو و خسارا عینا خا جکتا سفک خوند و صاد گوه من خسارا نه خسارا یعنی سفک نخوینه و اهم آبا سیدا بجم تا آیت دو زیده جی می چی گری زیده بسیم سیدا بسیده که سیدا علی تا مودم تا من باز گهداری لوم در جرم رو چقدر خالاتیش من مرو درسته من اینو که نون مثلا شد ان الباطل ان تدریش که من و هر نفسی مگه من زیده هی اون رون کردن سریا سیده ادغام ابو غنج هندی و تدریش کی تمام نو که ما گوتی صدیقی و اخرجنی مدهی صدیقی و مدهی نفسی ان مدهی بلعه تمام همي فيت شفاء ورحمة شنو بتقول شفاء ورحمة يعني شنو بتقول كي نونا شدة شان درجة بت ميم أب شدة شان درجة بت إدغام أبو غنة أوجي نفسي وصل درجة بت تمام بس أبو لحظة ما هبي وصل كيف تبي دي جماعة تقولن صار كيف تبي إن شاء الله يعطيك علي بلى سيدي صبر برف أجر بشك داري بينجي بيتن كرام كت جاسم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عند أصحش. سيدا بخيراتي. سيدا صفحة دصاد وحفتي وشار. سورة نحل. دصاد وحفتي وشار بالي. آيات. أذكر سيدا. آيات شيستو بينج حتى حفتي وإيكي. دست بگی حتی هفته و یکی بله سید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله العظيم ما شاء الله سيدنا بارك الله فيك ما شاء الله خواننا كجوان مروح هر شيء وهي خالتي بارك الله فيك وتهجد أقوى ما شاء الله بريكو بك سيدنا بس سيدا نجم لاحظة آيات الشيستو بينجي يسمعون شكيت أدبر دفني سيدا مون أرش ووش حروفة ليفان لازم ندرك هذا خلاص يا كون جلبة مون أو سيدا أو شو جلك آيات دي مثلا يعقلون يعرشون يتفكرون هذا دوما جذوان آياته وهر وصل سيدا
آيات حفتي شدو ما هيك عليم قدير قا شاكي تسفكرة قا استعلاء قا قدير شاكي قاف تسفكرة مش حروف استعلاء يا سيد لازم جرام بدنا قدير قا قا قدير و أو سيدة و آيات حفتي بيك يا جاكي فهم فيه سواء نبري لازم دو ما هيك بيدانه همزه دو ما هيك نسواء سواء چگی نبر بسیدا دیار حمزه لودی حمزه لودی هر بسیدا و ما شاء الله ما یک دیجی تجوید کالا و خواننگا درجه یک برکت خوش سیدا جان ما شاء الله موفق بسیدا یعنی زحمت خوانرات بیت راستی صحت تا خوش خود خیرت ما زین که اودی یک عام لحظه بو خلقا بیت ان شاء الله یعنی قناقاسی یک تو سرکفتی ان شاء الله ان شاء الله شوم نفس هیچ کیش دیر کیش و هیدی بو خیناد پتر یعنی بر وقف ابتدا بله دي بتر مجال هاب كتب جهين جهه وقفه درس مثلا انت عاد تو مثلا دي راوسته احتمال قال لك نجهه راوستاني بت يعني ببو ملاحظه ان شاء الله جربت وما داجي بيتك قال بلا دريش تنا بت شاش حركه بلا تبري دريش بك مثلا برادي شاش حركه انا مثلا بيوتا وانا ان اتخذ من الجبال بيوتا انا نبت بيوتا ذلولة ذلولة نفسي يعني أبي مادة طبيعي مادة عواض مادة بدل أبا سلة صغرى بدو حركة أنا وأنا شنو بجد حركة زيادة أبي دي حتى تاني شاش وبينج أو إن شاء الله أبي بقول عام هفرد من لحظة نفسي بكيشة دي بتر بيخويني بني إن شاء الله هيدي برده وما داش بتشكش حد وان بلا نبوله إن شاء الله صحة تخبرش بلا سيدة تجيك سيدة أما لاحظت بقول تين جي خادمي بس ملاحظك بونا في مثلا نيزيكي مقام عراقي وانا قال لك خلاتي دوت كان يعني مثلا وان لكم في يعني ساكتك الدنيا بس ساكت شنو ما بس شور جوده ساكت هاي ريوت حفصي وان لكم في يعني شنو بتبسك ابهارا يعني شنو بس هاي وان لكم في بلي. شنو بتوصف ساكن يعني ساكتنا براون بلي بلي دنك لا قطع بالدنك وكدي قال ابو سيدا بس تاخذ بس اشتايدي سيد عفوا او ريكو تحقيق بتاتخونت ان تدوير بي يعني مجود بيان لا مجود مجود چاكي سيدا نوعا ما حاش كنت نوفيني دو جو سيدا يرجع سيدا يرجع بشكل دو كربيك سيدا يقول اخوة اقلا بك ان مجود يعني عني رمي ظاني كو اكشو مالا نها جاوب بي سيدا ما شاء الله بله نكده برف بشكل دار دماهيكي هو غير حكمت الاختبار قال انا ما بلي خلاص مهم عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سيدا او مد او ازي بيجي مثلا وعليكم السلام سيدا ولا راح بيجي سيدا بلا برين تخوري سيدا بس يا ولد زمان مره بالجال اخفتي او زمان بلي بس اودي جبوني زيك يا مايك ايه تمام هو غير بالك يا حس كذا تبزانك ايه بلا كاس مايك دوت بزاني كيف يا بزاني اه دراما عمر تزويل قال سيدا سيدا هو قلت بخيراتي قال خيرات ان شاء الله من قال ده وخفتي مانا بيك هاتي صافحة بينجا سيدا ايوه بس او ما نجبرها قرانا دبو ما زانش كده بيبخوني ان الله لا يستحي حتى كيف حتى بلا تدمو يمكن بس اوت بسونه وهو بكل شيء ان عليم فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. درس إيش إن الله بيبا حتى وهو بكل شيء عليم. ده سبب أو كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي مثلا ما بعوضة إن الله
تحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
باش كوك هوجر تاع القران تشاندش بره الحمد لله من هيك ما شاء الله بارك الله قلت على مش خير تبي بارك ان شاء الله جبر نبينا وقتي احتمالا ملاحظات السيده بس ملاحظاتك عم هوجر بلي سيده واو ضمت عربي فرق شيت لغتك الدفمن وسط القهم واو ضمت وكي او انجليزي ها او يعني وي ملاحظه بي تور الجاعون لا ترجع يعني هني قلت واو فيعلمون لا فيعلموا مو مو واو فصيح يا عربي وصلت تماما تمام لحظه قام هاك خواتنا تاع سجدت قال لي جونا قالك سبوت ما تخوندين سيد خوندين نو جاي قال لي لحظه باش بالك ما تخوندين بس فوق جبال ستريس و لسنا او قال لي جونا لحظه قام واو ضمت عربي جوانتر دربي خبلها سيدا كلام لحظه كبت سيدا مو بس تهشري ضو دي هبت درسا ينقو ضو ضو بك دولي لي ناكا درسا ان باعو ضا ترجو كي دولي لك باعو ضا شك واش ضو دي هبت ضو دي سيدا خطيت ضو دي ساكنت كي مخرجي دي بس ليبت خوانا داري خان شك اللي بدا دارت كاغن درسا ضو دي هبت خطيت على خيرات بنسي ان شاء الله وقتنا سيدا سيدا تشوش برهن دي مش مجبور دي بدم هيك حتى خلق بيت بناية رزدار مجد عيد خوابي بهار نكن بمن بنشاف دي يا خديبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.